مع العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك يكون البعض في حاجة لمعرفة اشتراطات ومواصفات اختيار الأضحية. هذه الاشتراطات والمعايير أوضحها مختصون بوزارة الزراعة لمساعدة المضحين في اختيار أفضل للأضحية. نتابع. ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ولأنه عيد للأضحية فلابد من توفر بعض الشروط والمعايير التي حددها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير أضحية صحية وسليمة وآمنة للمواطن المصري. اشتراطات تتعدد ما بين عمر الأضحية ومواصفات أخرى تضمن جودتها وسلامتها. اللسان بيبقى خالي من البثور وخالي من الفطريات. بنشوف بالنسبة لي ظهر الأضحية، بنمشي ايدينا على ظهر الأضحية، بنتأكد من ان هي مكتنزة باللحم وان سلسلة الظهر غير ظاهرة. بنيجي الجزئية ايضا مهمة جدا، ان هو بالنسبة للشعر والصوف والفرو بالنسبة للحيوانات، ان لو فكرنا نشده ما بيتشالش بسهولة معانا، فده دليل على الحالة الصحية ليها. بالنسبة للأغنام لابد ان حجم اللي هي كل ما كان صغير كل ما دل على جودة اللحم الموجود. وفي منافذ وزارة الزراعة تتوافر اللحوم بأنواعها المختلفة طوال أيام العيد لتلبية احتياجات الأسرة المصرية. الكندوز من 140 لحد 170، والضاني من 170 ل 180. القطعة بقى اللي العميل بيحتاجها أو الزبون بيحتاجها احنا بنقطعها له وبنوضبها له. على مدار أيام العام بصفة عامة وأيام عيد الأضحى بصفة خاصة تتوافر غرفة عمليات تابعة لوزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية. احنا بنمر زي ما قلنا على كل الشوادر وبنتأكد من تقديم الغذاء والمياه المناسبة للحيوانات ووجودها في أماكن جيدة التهوية صالحة للتربية خاصة بالحيوانات، وطبعا متابعة مستمرة زي ما قلنا لتأمين الحيوانات. دورنا بيبدأ بأن احنا جهة إشراف على جميع مديريات الطب البيطري بمستوى الجمهورية، ومن هنا أن احنا ممكن بنشرف عليهم فنيا، وأن احنا ننزل حملات رقابة على الأسواق سواء أسواق اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ومنتجاتها. بندخل حضرتك بنفتش على كل ما هو على كل الأماكن اللي بتقدم منتج ذات أصل حيواني، علشان في الاخر ان انت بنطبق اللي هو الاجراءات القانونيه لاي حد مخالف او اي حاله مخالفه. على مستويين صحي ورقابي تسعى الدوله ككل ووزاره الزراعه بشكل خاص لتوفير احتياجات المواطنين في عيد الاضحى المبارك ضمانا لصحه وسلامه المواطن المصري. كل عام انتم بخير. ساره متولي، التلفزيون المصري.